شوي 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 بس اصبر. يلا ايوه افتح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلام يا رب. درس النهاردة يا جماعة عن التقريض. طبعا دي ده الكابلات والكلمبات والاسياخ. فطبعا احنا خليكم معنا بقى، هنشرح لكم النهاردة التقريض والفوائد بتاعته وازاي بنأسس التقريض قبل الميدة وقبل الصبة وكده. ده كده انا حفرت كده حوالي 15 سنتي او 10 سنتي بس عمق، لان في لسه 70 سنتي اللي انتوا شايفينهم دولت هيتردموا، لان ده لسه الميدة التانية، وبعد كده هيردم تحت 70 سنتي او 80 سنتي. يعني ملوش لازمة الحفر، بس انا ايه عشان الكابل ما تقطعش ولا حد يسرقه او كده، يعني عشان ربنا يكفينا شر الحرامية ويكفيكم يا رب. طبعا دي المادة دي بتتكون يا جماعة من فحم وملح وزنك، بس كل ده بينطحن على بعضه. في شركات بتعمل الكلام ده زي ما انتوا شايفين كده، فبنخلطهم على بعض. كل حفرة من دي هتاخد كيسين، عشان المادة دي بتساعد على التفاعل وبتحافظ على نسبة الرطوبة جنب العمود النحاس. فطبعا في طرق كتير وكل حد بيشتغل بطريقة، خلينا نتمنى ان احنا نشوف الطريقة بتاعتنا الصح او غيرنا. دي حاجة يعني مش انا اللي هقول عليها ولا اي حد يقول عليها. طبعا دي طريقة عادية، بس دي حاجة مش انا اللي قايل عليها والله، ده مهندس وبيستلم مني وهو اللي طالب الشغل ده، مش انا اللي طالبه بصراحة، يعني مش انا اللي بشتغله. بس هو الشغل ما فيهوش عيب ولا فيه خطأ، يعني الشغل كده كويس ما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله، والشغل تمام ومظبوط 100%. لكن كل طريقة بقى بتختلف عن التانية يعني. فطبعا هنلاقي اللي يقول الطريقة دي مفروض تركب مناهيل او مثلا غرف تفتيش. طبعا الكلام ده كله ملوش اي قيمة، لان انا غرفة التفتيش طالما اتردم عليها وهتنزل تحت 70 سنتي كده ما عندش عندي مشكلة. وبعدين دي الارض هتبقى مرطبة لان فيه لسه ردم فوق منها تاني، والمكان يعني هيحتفظ بالرطوبة كده كده، يعني الارض رطبة فماشي، فمفيش اي مشكله، مفيش داعي ان انا اعمل غرفه واكلف الزبون على الفاضي يعني. فهنا لا، احنا هنربط دلوقتي كده بالزراديه نثبت شغلنا بس، وبعد كده نبدا نشد عليهم بالمفاتيح وخلاص على كده. طبعا ده عمود في البيت، انا عملت كده كام، واحده اتنين تلاته اربع الاربع اتجاهات بتوع البيت، الاربع زوايا، عشان يبقى انا كده ايه ربطت البيت كله، عشان برضو دي بتحمينا من الصواعق وبتحمينا من تسريبات الكهرباء لو في جهاز لا قدر الله في مشكلة. في عندي سلك كهرباء ضرب في سيخ ولا بتاع في سيخ حديد في السقف، برضو ده كل ده بيسرب كهرباء، فياخد الشحنة دي بدل ما يكهرب لي البيت يكهرب لي حمام اكرمكم الله، يكهرب لي مطبخ يكهرب لي اي جهاز. يبقى انا عملت التقريض ده وريحت راسي من الدوشة دي كلها. طبعا هنا احنا خلصنا هناك وهندقنا سيخ واحد، هو طبعا مهندس طالب سيخ واحد لان ده لسه في تقريض تاني للبيت يعني للكهرباء، غير التقريض بتاع البيت ده، غير تقريض العمدان والتقريض الحديد، في تقريض تاني وفي صواعق لسه هتتعمل فوق على السطح. يعني كل حاجة مختلطة لوحدها كده يعني، مفيش مش هنربط كله مع بعض يعني. طبعا احنا بندق زي ما انتوا شايفين كده، بننزل السيخ. السيخ ده طوله تقريبا متر ونص، فهننزل السيخ كده وهنردم. هننزل المادة بتاعتنا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، ننزل المادة وبعد كده نشبعها بالمية كويس قوي. المادة اهم حاجة تشبع بالمية، دي بتفضل محافظة على نسبة الرطوبة جنب العمود وبيفضل التفاعل بتاعها شغال. والأرضية دي لو تلاحظوا بعد كده لسه هتاخد طبقة تانية حوالي متر ردم، والمتر ده ما بيتحطش مرة واحدة، يعني المتر ده بيتحط مثلا 40 سنتي وبعد كده يعبيه مية ويجيب ويدك الأرض
وبعد كده يجيب برضو يحط 40 سنتي تاني ويدك الأرض، بس يدكها طبعا بيعبيها مية الأول وبيشبعها بالمية. فالرطوبة دي كلها يا جماعة هتتسرب على عن طريق الحفرة دي، هتروح للحفرة دي. فأنا بضمن للحفرة بتاعتي إن هي يفضل فيها نسبة مية كتير وعلى فترات بعيدة الحمد لله يعني. فإن شاء الله الشغل مظبوط ومفهوش أي مشاكل. طبعا أنا كده بحاول أخلخل المادة وبشبعها بالمية عشان تشبع كلها بالمية وتبقى تمام. بعد كده يا جماعة لو عايز أركب أنا بقى غطا منهول أحطه فوق منها عادي، عايز أعمل لها أبني غرفة حواليها حبني غرفة. طبعا احنا هنبني غرفة تفتيش عشان خاطر برضو لو حبينا نزود مية فيما بعد نزود المية في أي وقت، حبيت نزود مادة بعد كده هنزود. بس أهم حاجة عندي إن أنا أشبعها بالمية كويس وأدي الشغل حقه زي ما انتوا شايفين. طبعا ما شاء الله عليه المعلم محمد شغال عجين الفلاحة زي ما انتوا شايفين. فيا ريت اللي ما اشتركش يا جماعة ينزل يشترك ويفعل زر الإشعارات عشان يوصلوا مننا كل جديد. دعمك لينا هو ده أهم حاجة عندي، إن أنت تدعمني لو حتى على الأقل لو أقل حاجة لساني علق، أقل حاجة تدعمنا بلايك، عشان يا جماعة اللايك يا جماعة بيرفع قيمة الفيديو وبيبدأ اليوتيوب يقترحه على فيديوهات تانية على ناس تانية. فخلي الخير يوصلك، المعلومة توصلك وتوصل غيرك، وشير في الخير، وإن شاء الله رب الفيديو يعجبكم. واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم، واي حد عنده استفسار في اي حاجه اسيب لك الرقم بتاعي في الديسكريبشن، وتابع واقرا الوصف وانت هتعرف كل المعلومات عن التقريض، هسيب لك كل المعلومات الخاصه بالتقريض، لان طبعا انا مش هقعد اقرا لك بقى واحده واحده، انا بقول لك المعلومات العاميه اللي هي انت تستفيد منها يعني. بس لو حابب تقرا المعلومات كامله انا هسيبها لك في الوصف برضو عشان ما ازعلش حد مني يعني. واتمنى ان ما اكونش مقصر مع حد، ويا رب دايما تبقوا بخير. وزي ما انتوا شايفين كده يا جماعه اهو دي اللي هي التانيه، ده انا بربط العمود بالعمود، يعني انا ربطت العمود الاولاني في نهايه، وفي هنا عمود مشترك في النص، وفي في الاخر واحد برضو هيبقى داخل خارج زي ما انتوا شايفين كده. لسه طبعا في حديد البيت وفي عمدان وفي حاجات زي كده، فطبعا انا ربطت من زوايا البيت عشان خاطر يبقى انا كده جبت جميع الميدة بتاعت البيت وربطتها وحطيتهم وفرغتهم على الارض. طبعا في ناس بتطلع بس مترين كده بره وبره الميدة وخلاص، هنا خلاص طبعا هيربط شوية. طبعا دايما لازم نربط، طبعا في كلمبات تانية احسن من دي والله، بس طبعا المهندس اللي جاب الله غالب هنعمل ايه. في كلمبات خاصة بنهاية السيخ الحديد للسيخ النحاس، بس طبعا هو جاب دول يعني، فعادي هي بتربط برضو مش هتفرق معانا. شفتوا لو خدت بالكم معايا الكابلات انا مدي اتجاهها لتحت عشان خاطر السيخ لو في شحنات او في اي حاجة تتفرغ على طول على تحت مش قلبها لفوق. طبعا دي ادي المادة هي يا جماعة شايفين المادة تشبه الطين، تشبه الطين. الناس اللي هنا في السعودية او في مصر او في اي مكان او في اي دولة طبعا الطين معروف يعني تشبه الطين، حتى هتشوفها بعد ما تغرق بالماء بالمية هتلاقيها يعني زي الطين بالظبط، حتى لو مسكتها في ايدك بتلاقيها زي ماسكة كده يعني. شوف الطينة حتى ما تفرقش بينها وبين الطين الردم اللي هو مردوم بيه يعني البيت. فالتربة دي بتحافظ على المية وعلى نسبة الرطوبة بطريقة ما تتخيلهاش. المادة دي كويسة جدا، والشركة دي شركة كويسة، أنا مش بعمل لها إعلان ولا دعاية والله، بس يعني أنا فعلا اشتغلت بيها في أكتر من مكان وعاملة شغل كويس وثبتت وجودها بصراحة زي ما انتوا شايفين. أنا كده بشبعها بالمية وبعبيها وحاسبها لما نشوف المهندس هيبني الغرفة غرفة تفتيش او يحط غطاء على كده، في كلا الحالات مش هتفرق يعني. بس هو انا رأيي لو هو يبني غرفة تفتيش فوق منها افضل يعني، هيبني غرفة تفتيش طبعا الرأي يرجع لي لان هو صاحب القرار، وانا اللهم بلغت اللهم فاشهد. طبعا زي ما انتوا شايفين كده شوف تشبعت بالمية ازاي، خلاص يعني
كده ما عادش عايزه ميه تاني وخلاص يعني كده تمام، وهنستنى لما نعمل لها المناهيل بعدين وخلاص على كده. بس انت لو انت لسه موجود معايا لحد هنا يبقى انت بطل وتستحق احلى تحية من اخوك رضا. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، ولو انت لسه مشتركتش تنزل تشترك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك مننا كل جديد. شكرا لكم، واتمنى يا رب ان انا اكون عند حسن ظنكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.